بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين مستمعات في حلقة جديدة من سلسلة بودكاست يابا. هذه السلسلة اللي نتعرفوا عليها على فيزيائيين شباب جزائريين، دونك وين الضيف يشاركنا أو تشاركنا مختلف التجارب اللي عاشها. ضيفة اليوم هي شيماء أمين خوجة، متخرجة من جامعة قسنطينة، ماستر أستروفيزيكس، أستاذة تاع رياضيات وفيزياء في تعليم متوسط. دونك راح نحكيو معها على مواضيع عديدة اليوم راح ديكوفريوها معنا. دونك مباشرة نبداو القصه تاعنا اليوم. مرحبا بك شيماء. نبداو دونك لا كيستيون الاولانيه. بون اذا حبيتي ديري اون انتروداكسيون تاني اذا نسيتك شي حاجه، مي ابري لا كيستيون الاولانيه اللي دائما نسقسيها هي وعلاش درتي فيزيكس وعلاش درتي استروفيزيكس. اوكي. اي اسامه، اول حاجه شكرا جزيلا، ثانك يو فور انفايتين مي. It's a pleasure, يعني to be honest, to see يعني مش قاعدين راكم ديروا في ريزو سوسيو على الانيشياتيف تاعكم كامل. It's a great يعني للناس اللي راهم في الدومين ولا اور دومين de voir les gens يتحركوا شويه في الدومين، surtout في الفيزيك باسكو بالك في زوتر دومين نشوفوا دي انيشياتيف، مي في الفيزيك ديما الناس يهربوا منها ومام لي ستوديون بعد كاين اللي جاوهم حتمين. So to see هكا people passionate شغوفين بهذا الدومين ويسيو يغيروا من الوضع في الجزائر حاجة مليحة بزاف. So for the question على astrophysics ولا physics، هي مانيش حابة ندير الانتروديكسيون هذيك اللي ديروها كامل، شفت نجوم في الليل كي كنت صغيرة وعجبني السماء وحبيت astrophysics. بصح to be honest it was a bit كيما هكا، كنت صح يكونوا يديروا لي غوست بامس كي نخرج برا، كنت زونفا من هضر كي كنت كبير اكيد، يعني ماشي كي كبرت وخدمت لا سبيسياليتي ولا كي كنت صغيرة. صح دير لي واحد لاشيغ دو بول قلبي نوض يخبط when I see the moon and the stars. كنا دايوغ منين نخرجوا دي فواياج اون فامي ولا هكا باغ فواتور ولا تلقاهم هما بكل يحكيو في لا فواتور ويتغالاو ويضحكوا ويتمسحوا، وانا اي واز لايك غير في الطاقة تاعي هذيك نشوف لي زيتوال ونبقى غير نعس في القمر يتبع فينا ولا I guess يظهرلي all kids had the same experience في الكوتي هذا باسكو لونفون بلا ناتور تاعو يلي كوريو. واحد بالك يميل حاجة، واحد يميل حاجة أخرى. تلقى بالك أن أنفان يروح الجنان يسنتيغيس للورق البلانت التراب، واحد يسنتيغيس بالك التخوك تاع الالكتريسيتي الالكترونيك جو سيبا، وكل واحد كيفاش. أنا كان الميول تاعي بوكو بلوس السما، هكا نحب غير نشوف السما لي كولور نبقى نعز في النجوم قداهن عدد نجوم. بصح كانت حاجة عادية جو سيبا لكن كانت بيرتينونت بزاف لونفونس تاعي ولا بنت أتليس هذا واش نشفى. then بعد كي طلعت السوام وبديت نقرا فيزيك مام في البريمير كي كنا نقراو تكنولوجيا وكانت المادة هكا سامبل ايتو، بعد في السوام قينا فيزياء علوم فيزيائية، بعد ليسي اللي شاف لي نوت تاعي في الفيزيك في السوام ونقول له دوكا اللي ندير فيزيك موحال يأمني لك فيزيكس وما نشفى عليها في البريمير اني سوام دوزيام اني I had the worst marks ever. So كنت ندي 8 على 20 انت 9 على 20، كنت نكره الفيزيك في الدم ما نحبهاش. وشنو على ريزون اللي كانت تخليك ما تحبيهاش؟ هي simply it wasn't about يعني real physics. بون المات ما كانتش تعجبني البروف physics too بصح الفيزيك بوكو بلوس كنا نشفى نقرا وعدا نيشا فيها exactly. بصح it was more chemistry than physics. انا كنت نشفى على روحي حبيت الفيزيك سيتي بيان في الليسي كي بدينا ندخلنا في الميكانيك وحوايج اللي كنت نحسهم شويه in our daily life. كنت حوايج نشوفوهم في حياتنا اليوميه ظهروا عندهم ان اكسبليكاسيون شغل ظهروا فينالمون ماشي هكاك برك شغل كي تفهم الحاجه كي تشوفها وبعد تفهم علاش صارت صح اتس اوسم mind blowing. سما في السوام مانيش شافيه اكزاكتلي واش كنا نقراو، بالك حتى الكاتريام ماني سوام في البوام وين بدينا نقراو حوايج الميكانيك ونشوف الاحتكاك وكيفاش نديرو اي جاس مانيش شافيه. بصح في البوام بديت نحب شويه الفيزيكس. دان كي طلعت الليسي بروميير اني كانوا هذوك الالكانات وما باليش واش حوايج مانيش شافيه الاستر انا زدت اجان كرهت الفيزيكس
بصح وانس اتس اباوت هذوك ما بليش حاجه ميكانيك ولا حاجه ما مدرات ان اول اتس فان ولا هذاك المفعول الكهروضوئي ولا كيفاش كانت يخرج الضوء ولا انتقال الذرات في المدارات هذو ثاني ات واز فان فور مي. دونك بالنسبة لي كانت كي تكون فيزيكس اتس فان، كي تكون كيمستري لا لا. يس اتس فان وين اتس فيزيكس، وسورتو كانوا كيلكو شابيتر بعد كي طلعنا الباك ايتو هذوك تاع الاقمار كانوا الميكانيك بزاف لي زيكزامبل القذيفه كنا نقراو شويه ستادير كان فيها منوع بزاف من الحياه اليوميه. تما انا كي كنت في الليسي بريسك اونتر دوزيام اني فان تاع لاني تاع دوزيام اني والباك اي واز لايك لازمني ندير فيزيكس. ديجا ما كانش عندي زعما اون سبيسياليتي باينه، كنت سوا نحب نورولوجي ولا بسيكولوجي ولا شغل اي اندرستاند ذا هيومن برين كيفاش يمشي ولا لو كومبورتمون هيومن كان ديما يعطيني شغل سو يعني فاسينيتين كيفاش الانسان يخمم كيفاش مربوط لو كور تاعنا كامل كيفاش كلشي مربوط بالبرين تاعنا اور يعني كيفاش نقولوا كومبورتمون تاعنا كيفاش يمشي it's so fascinating for me كيفاش نفهموا الهيومن brain وبادي والconnection between them. sinon كانت تعجبني الفيزيكس. نقدر نقولوا باللي الامر كله يتعلق ب عندك كانوا عندك لي كيستيون بزاف، والحاجه اللي كيحب ديرها هي اللي تريبوندي بها على لي كيستيون، سواء كانت تتعلق بالانسان والكومبورتمون تاعو كلش، ولا تتعلق بالطبيعه وكيفاش الكومبورتمون تاعها، ولا نقدر نقولوا هكا ولا yes basically سما لي سبيسياليتي اللي كنت كنشوف فيهم هما الحوايج اللي كانوا ريبونديو على لا كيوريوزيتي تاعي ولا لي كيسيون اللي كانوا في بالي. دونك هنا نسقسيك كيسيون، بون خلاص على بالنا راكي حابة ديري فيزيكس، دونك سي بون باينه وانتي تجوزي الباك على بالك ديري اسام فيزيكس. اسكو تاني كان عن بالك باللي حديري استروفيزيكس، ولا كنتي تقولي اي ندير فيزيكس ومن بعد ساهل ومن بعد نشوف؟ الحاجة اللي حمستني لو بلوس باه ندير فيزيكس هي استروفيزيكس. شغل سا مانتيريسي صح لو تخوك تاع لا فيزيك انسرين كويستيون اباوت اور ديلي لايف وش يصرى لي فينومين اللي كاين في لا ناتور الحوايج تاع السما تاع الارض everything اللي بنقدو نكسبيكيو بالفيزيكس. It was very interesting for me. بصح الحاجة اللي موتيفاتني لو بلوس هذاك العام نو ماشي العام هذاك دوزيام اني عرفت لاسوسياسيون سيريوس. بون هي كنت نعرفها شويه قبل بصح اي ديدنت جوين الشعرة جمعيه الشعرة. yes. جمعيه الشعرة لعلم الفلك في قسنطينه هي في السنه الرابعه جو كوا السنه الرابعه تاعي تاع سوام عرفتهم باللي اكزيستي وانو رحت وشفت ابخي نشفع عليها لا بروميير سيونس تاعي دخلت شفت الناس اي تو هكا مي من بعد لاشيت باسكو كانوا عندي دوطخ اكتيفيتي كنت شغل برونشي ميوزيك سبور اي هاد شغل هذيك ديفا دريم تو بي ا سينجر ماشي خلاص تو بي ا ساينتست سو اي هاد شغل عندي كانوا عندي دوتغ تخيك كنت نديرهم الويكاند تاعي كان معمر ما خممتش باه اي جوين ذم. بعد كي دخلت ليسي تبدلوا اهتماماتي وليت بوكو بلوس نحب حوايج سيانتيفيك كنت حابه نروح بوكو بلوس لي تخيك لي ما تبدلوا اهتمام مالغي وزت نحب الحوايج هادو مي وليت نحب بوكو بلوس لا سيونس وليت انا من بكري نحب نقرا ويعيطوا لي ذا نيردي جيرل ونحب شغل نروح من الجامع من الليسي ولا سوام ولا بريما طول نعاود نتحط في البيرو نعاود نجبد كل شيء واش قريت في النهار هذاك نحب نروح ندير لي ريغيرش هكا ما كانش عندي انترنت في الدار كي كنت بريمير ولا سوام نروح للسيبر كان نحب ندير هكا نشفع عليها في البريمير هذه بين قوسين باك ما ننساهاش نشفع عليها في البريمير درت سامثين شغل كريت قلت لهم كرييو كراس الابحاث عجبتها بزاف ليدي البروف واش كنت ندير شغل كراس هكا غلفتو سي اوجيستر بلوتو غلفتو سبيسيالمون اشاك فوا نحوس على ان سوجي ونروح نكتب عليه وندير لي فوتو ونقص هكا ونحوس عند سيبر نروح عند سيبر نقولو خرج لي حوايج كيما هكا نبدا نحوس ونلصقهم ومن بعد نحطو في الكلاسه بعد اي واحد يحب يقال المعلومه هذيك يهزها ما كانش عندنا الانترنت ولا حاجه سبيسيال يعني هكا سهله يعني اكسس تو انفورميشن اتليست في في في, في البريمير اللي عاد كان عندنا ما كانش عندنا مكتبه لداخل والانترنت ما كانش عندي في الدار ويظهر لي بزاف فينا اللي بالك ما كانش عندهم الانترنت في
في لي زاني هذوك تاع كي كنا بريمير. هذاك الوقت كان مازال ما كانش الكات جي، مازال ما كانش الانترنت برا، دونك اللي عنده غير اللي عنده في الدار وماشي كامل عندهم. يس دونك مامون مالغري كانت، مالغري كانت لانفورماسيون صعيبة باش واحد يلحق لها، مي كانت عندك لا موتيفاسيون انك لا تروحي وتحوسي و... It was fun. أنا من بكري كانت تعجبني هذيك تاع نزيد نفهم كتاب in how to say it، عبليش كيفاش نقولها بصح شغل نروح صح للديتيلز ماشي نجيب المعلومة وهاي المعلومة هاو البحث و that's it. هذا هو، هذا هو يعني باش نقدر نقولوا بلي انا فهمنا هذه الحاجه، ماشي برك نعرفوا جوست لانفورماسيون ولا نعرفوا Yes. جوست اسم الحاجه. دونك هذا من فكرت نقولها من الديبي. دونك هذا تما هنا، هنا كيما راكي تحكي هكا دونك نقدر نفهم دوكا هذاك الشغف ديالك وهذاك لا موتيفاسيون ديالك والدافع ديالك اللي يخليك انك ديري، باسكو على بالي بلي راكي ديري دي فيديو في لي ريزو سوسيو تيكسبليكي بيهم هكا كلكو فينومين وكلش، دونك حاجه اللي من اللي انت صغيره ماشي جوست كبرتي قلتي ايا بوركوا با باسكو الناس عم يديروا انا تاني ندير. يس اه يس ايفن مام دوكا زعما في لي ريزو سوسيو اتس نوت سامثين يعني ام باد فور ولا تدي لي من وقتي يو نو سيرشين فور ذا the subject ولا الحاجة topic هداك finding the right resources ولا references بهم تمشي نافع مصر غلطة you prepare things قبل script بعد you film it بعد you edit it بعد you post it بعد you answers people's question it's a time consuming and energy consuming so I love it and I do it really for passion and to help others يعني مشي just to do it. Anyways, سما في الليسي I guess وليت حبيت نزيد كتر نلارجي هاد لو سيركل تاعي بلوس في الاكتيفيتي ما في الاسوسياسيون اي تو. دونك رحت لجمعية شعرة حتى الليسي سما ما I didn't join them في السويم كي عرفتها حتى الليسي دوزيام اني. وتما لا بروميير فو شفتهم يحكيو على الاقمار وحركة الكواكب and stars قلت انا على خليت حتى درك to join them ما ربحت نشفى عليها نشفى تري بيان كيما ربحت لو بروميير جو بكيت حتى نشبعت في الدار قلت لها ماما people know a lot about يعني space and physics ونشفى عليها مام لي مومبر اللي كانوا في لاسوسياسيون they were all amazing كل واحد في لا سبيسياليتي تاعو وكانوا بزاف اللي كانوا دايرين I guess physics في ذاك الوقت حصل كل مره كيف بصح بزاف لي سبيسياليتي مي كانوا كاينين دايرين physics و surtout كي كان بروفيسور ميموني هو اللي يدير لي سيونس اسما يشرح انا كل مره سوجي صدمه دارت لي صدمه بالك الشهر الاول كانوا عندنا لقاءات اسبوعيه شاك سامدي نتلاقاو ونحكيو على سوجي معين بصح it was something very interesting وهو اللي خلاني نتحمس للاسام اكثر ما على باليش to be honest ما على باليش اذا كنت ما دخلتش الجمعيه ما عرفتش بلي كاين astrophysics اذا كنت حنتحمس بنفس الدرجه الاسم هاد الحاجه اللي جيت حنقول لك عليها شغل راني شغل صح نقولوا كان عندك هذاك الميول شويه نحو لا فيزيك مي ماشي باك لا فيزيك كما قلتي من قبل مي هذاك لونفيرونمون اللي خلقاته جمعيه الشعراء ربما هي كمثال مي هذا هو لو رول اللي يلعبوه نقولوا الجمعيات والنوادي العلميه و... yes. هذا هو الرول اللي يلعبوه سورتو للناس اللي ما مراهم في الليسي والسيام ماشي حتى يلحق لافاك هذا هو نقولوا لو رول اللي يلعبوه شو اللي يأثروا على الخيار تاع الانسان وين يعرف الميول تاعو وهكا يقدر يروح يدير فريمون الحاجه اللي حايبها ماشي اللي يندم نقولوا ابري ما يكمل القرايه ولا يندم ولا yes exactly باسكو انا دوك نقولهم ما على باليش واش كنت قادره ندير كون ما دخلتش الجمعيه وتحمست اكثر لاستروفيزيك وسورتو فهاديك هذيك لا بيريود قال البروفيسور ميموني هو الريسبونسابل تاع لاستروفيزيك في جامعه منتوري كان يهضر بلي حيحل لا سبيسياليتي ولا حيحلها دون 2 زون ولا هذاك الوقت كي كنت معاهم سيتي 2015 2014 كنت حابه اي جوين ذم اي ديدنت جوين باسكو كان عندهم مسابقه كل عام ولي ليسيان وكنت عود ممبر ما عندكش الحق تشارك وندمت عليها قلت I don't need يعني الكمبيتيشن باسكو I didn't win anyway ثم يظهر لي الشيء اللي كنت حنربحو as a member خير من كومبيتيشن اللي حن نروح لها مع باليش كانوا كاين فيها دي فواياج دي كادو اي تو على كان جوغ ولا اون سيمين جو بريفير لي انفورماسيون اللي كنت حنربحهم
دوران هذيك يعني الممبرشيب تاعي ولا لي سيونس اللي كنت ناسيستيهم خير. But anyways, I did it, so I tried my chances. Anyway, من بعد به I joined officially وكنت ناسيستي ديما في الباك. سيتي دي لاني تاع 2016 تما تحلت لا بروميير برومو. دونك كان عندي هوب باللي بورتون ما كنتش سيغ باسكو حاجه جديده كي تتحل يو دون نو ولا كان حتبقى محلوله. صح. دخلتي دونك اسام بعد نورمالمون دوزيام اني فيزيك ما باليش تخطي كيفاش. هي هذه هي طرون كومون بروميير اني ومن بعد دوزيام اني درت فيزيك ومن بعد ثوازيام اني فيزيك تيوريك ومن بعد ماستر استرو فيزيك. دونك كاين فيزيك تيوريك في الثروازيام اني في قسنطينه. ها في ليسونس حنا عندنا 5 سبيسياليتي. عندنا فيزيك فوندامونتال، فيزيك دي رايونمون، فيزيك تيوريك، فيزيك انرجيتيك، فيزيك دي ماتيريو. دونك لو كان تحكي لنا شويه على القرايه في قسنطينه. دونك انا قريت في جامعه مختلفه دونك ما على باليش لو كان يعني اسكو القرايه كانت صعيبه يعني كيفاش كانت جاتك القرايه باسكو جينيرالمون من الليسي لافاك دائما كاينه واحد الصعوبه هكايا اللي الواحد يتلاقى بها المره الاولى ابخي كيفاش كانت بالنسبه لك. It was so fun. الفيزيك في لي دو سيمستر كانت عجبتني في الاول خير قرينا ميكانيك دو بوان ماتيريال لا ميكانيك اون جينيرال وبعد في دوزيام سيمستر قرينا على الكهرباء الساكنه دخل الكهرباء الساكنه. دونك نسقسي كنت تقرا بالعربيه ولا فرونسي؟ بون سا ديبون على لي بروف. مش فاكر كنا بالك جو كرو كنا نكتبو اون فرونسي بصح لي بروف كانوا اكسبليكيو نورمال بالدارجه. اوكي باسكو كي قلتي الكهرباء الساكنه المصطلحات قلتيهم بالعربيه جاتني شويه بيزار باسكو قرينا باسكو هي هذا احنا كيما تي دي تاعنا نشفع عليها تي دي تاع الشيمي كانت تهضر توت اون فرونسي تي دي تاع الفيزيك المرا كانت تهضر كلشي بالعربيه سواء ديبيند على البروف على البروف لاش تاع لي كور ولا لي زيكزيرسيس ولا ايفريثين راهو اون فرونسي بصح لي بروف وكل واحد ولا ميثود تاعو. كنت I was almost يعني major de promo d'ailleurs انا تالمون جبت البروميير سيمستر نبكي برك ملي نروح وانا نبكي في الدار اي صعيبه الجامعه تبخصني وحده في الاداره نجي ندير لهم حاله افطار نقول لهم انا جيت تبخصني تقول لي على جلسه ورقه على جلسه ورقه تاع فوتوكوبي ولا. دونك سيتي لو ستريس داك السيمستر الاول بس كي لقيت روحي اون ذا توب اوف ذا ليست اي واز امبرست قلت دركا خلاص نتكلم معاك شغل حكمت لو ريتم سيتي با فاسيل باه كملت البرومي سيمستر بصح اي ديد ات اني واي يعني اي ديد ات وقدرت يعني نخرج السيمستر تاعي كيما بون بالك ماشي كيما كنت حابه بصح اي ديد ماي بيست يعني بين اون ذا توب اوف ذا ليست يعني يو ديد يور بيست. بعد دوزيام اني اشاك فوا كنت نرجريسي تو بي اونست بصح القرايه نتبان لي في الاسم في قسنطينه بلي بارامتر اللي عندي ما بيش دوكا تبدلوا لي بروف اي تو سام هاو كي تقرا تلقى يعني ما نحبش انا بزاف هذوك لي ستوديون اللي دراماتيزيو تاع لي بروف راهم كيف نقولوا يقولوا لي بروف بلي يديوك حقك لي بروف هم يهود. انا اي هيت هاد الورد لي بروف كاين صح دي بروف لي ما على باليش باسكو داروا فيهم لي بروف تاعهم يعاودوا هما يديروا نفس الشيء مع لي ستوديون كاين بروف عنده ما عباليش ميبي كومبلكس ولا سامثين يحب يثبت نفسه بانه لي ستوديو ما يديش مليح باللي اي ريلي دون نو مانيش حنفسر ولا نحل الشخصيات الاساتذه في الجزائر ولا بصح انا راني بوكو بلوس مع انك تقرا بيان وتكون بيان مع البروف و يو دو يور بيست والله موست اوف ذا تايم على باليش في تواز ماي اكسبيرينس وحدي بصح موست اوف ذا تايم كنت نلقى لي بروف معايا ملي بديت يعني بروميير اني ملي بديت بروميير اني حتى نخلص ماستر جبونس في هذه الفكره هذه هي الامر شو كاين بلوزيور بارامتر واحد لازم ياخذه بعين الاعتبار. الحاجه الاولانيه كما قلتي قاعده تقول قبيل كاين لي بروف لكن انا تاني تجربتي تشبه التجربه تاعك سيكو انا ما تلاقيتش مع بروف اللي كان تاع مدابيه ما تديش مليح ومدابيه انا ما تلاقيتش مع لي بروف هذوما كاين اللي تلاقاو انا ما تلاقيتش. هذه حاجه الاولى. الحاجه ربما لا بلوز امبورطونت هي
المستوى تاع الصعوبة ديال نقولو لي زيكزاما وكلش، باسكو هنا هذا امر ماركيتو مقارنة مور ما خرجت خارج الجزائر وبديت نقريت في بزاف بلايص، الصعوبة تاع لي سوجي وتاع التمارين وتاع المسائل اللي تطرح على الطالب في الجزائر على الأقل في باب الزوار وجيماجين قسنطينة كيف كيف، المستوى أصعب شوية. ثم كاين الحاجة الأخرى هي أصلا التكوين تاع الطالب، عبالك حنايا يقريونا باش نقراو كلش من عند ندو كلش من عند البروف، والبروف على باله باللي هاكا يفورميونا من اللي حنا صغار، دونك يبذل المجهود ديالو باش يسيي يمدلنا كلش، وما كانش كيفاش يقدر يمدلك كلش في 3 سنين، باسكو السيستم ال ام دي ماشي مديور باش البروف يمدلك كلش، مديور باش ليتيديون هو البروف يمدلو وليتيديون يروح يحوس وحده ويقرا وحده. هاد الحاجه هادي اللي انا كي خرجت خارج الجزائر ديكوفريت باللي كاين فرق بيني وبين لي جون الاخرين، لي جون الاخرين عندهم القابليه انهم يروحوا يحوسوا وحدهم ونورمال، انا شغل ما كانش انا بور مو لا بيبليوتيك ونروح نحوس في الكتابات بور مو هادي حاجه انا ما كنتش نديرها، كنت نفرسي روحي باش نديرها باسكو كنت في لافاك البروف يمدلي كلش، الوغ كو تماك لا لا تماك البروف يمدلك لي نقولو يمدلك المين ايدياز يمدلك عفايس هكايا، مي من بعد لي تيديون لازم يبذل المجهود ويروح يحوس وحده وكلش. انا جو بريفير لا دوزيام ميثود بيان سور، وحنا في الجزائر حبوا يكوبيو هاد السيستم دونك دا جاونا للجزائر لهنايا، مي البروبليم سي كو ما على باليش علاش ماسي ديبا تاني واحد اخر، مي ما قدروش فريمون يفورميو طالب اللي هو يقدر يروح يبحث وحده. وهنا يجي السوجي ديال واش كنا نهضروا قبل ما نديماريو ريكوردين تاع دوكا اللي راهو يجوز الباك راهو ماهوش يبذل مجهود ماهوش يروح او يدير ليكور وليكور راهم يحفظوه اي دونك ما يعرفش يقرا وحده، ديجا بداو يديروا ليكور السنوات الاخيره مام الاس تي والاسام مام دوزيام اني تاني بداو يديروا ليكور. دونك كملي لنا دوزيام اني تروازيام اني دوزيام اني تروازيام اني بون بروميير اني فاتت دوزيام اني شوف انا من بروميير اني كل مره كنت ديما في ثلاثة الأولين بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني دوزيام اني بلوتو حتى دوزيام اني دوزيام سيمستر بديت نهبط تسمى ماي منتال هيلث واز اون ذا توب 2019 سيتي ليسونس طحت مع الحراك اند اي فيلت ذا ريسبونسابيلتي الناس كانوا يقرفوا يروحوا للديار يقراو انا كنت عندي لا ريسبونس حسيت بالمسؤوليه كنت نورغانيزي لي الميتينغز ونعيط لي بروف يهضروا على واقع الطالب ومسؤوليه الطالب واش لازم يديروا الطلبه في هاد في جو الحراك شوف عليها حتى كانت هذه حاجه برك باش هذه حاجه مهمه باسكو هذا واش لازم الطالب يكون الطالب الحقيقي هكا لازم يكون هي maybe it is بصح لكن الامباكت على بالك بلي مش حيكون as you wanted باسكو فينالمون شفنا كامل الريزلتا واش صار بيان بيان سور النتيجه ما كانتش مرضيه مي ما كانش عن بالنا من قبل وشنو ها واش كتكون النتيجه، مي هذا هو الطالب هكا لازم يكون. كي كنا تحت الاستعمار طلبه هذا واش داروا الجزائريين، طلاب الجزائريين كانوا يقراو في ليفاك نورمال منا من بعد ديسيدا ويديروا لاغريف وينضموا لجبهه التحرير، ما كانش عن بالهم اسكو الجزائر حتستقل ولا مش راح تستقل، مي كانت عندهم الفكره وكانت عندهم الاراده والطموح نجحوا. بو حنايا ما نجحناش لعده اسباب ما ندخلوش فيهم، مي هذه عفسه امبورطون هذه تاني مع الوعي تاع الطالب وكلش ماشي حاجه باسكو بديتي تهضري هاك شغل حاجه ما باليش شغل I mean maybe it consumed me a lot يعني شغل جات لي بزاف من وقتي والفالي بيان شغل كي نروح الصباح ميم سي كان عندنا داك الموفمون ولازمنا نديرو حاجه نروح للدار نروح نقرا انا اي واز شغل كونسيومد ميم بهذيك ماشي نروح نقرا نبدا الاخبار تراين تو غادر بيبل هاني ندير في لي جروب شوف فيسبوك
نشفع لي حتى ميم بروفيسور ميموني دار لنا كونفيرونس تفاهمت معاه ودار بتيت تختيبي قال من ظلمات السلطة إلى سلطات تياس إلى ظلمات الثقب الأسود بلا من ظلمات الثقب الأسود إلى ظلمات السلطات. It was so creative as a title وين حكالنا تاني على واقع الطالب وش لازم نديرو and all and all. تسمى I was هذيك تعبك معناتها someone organizing an event like scientific event. You're worried, يعني, it consumes a lot of your time, your energy. ألوغ لا كي تبت في قلب الحراك وعندك موجول, you are skipping lectures, وعلى بالك بلي some people بالك they are against you, ورايحين يانسيستيو, وانت تتشغات هذوك لي كور, وعندك ان برانسيب اللي لازم تبعوه, and you're trying to convince people, you're organizing stuff في وسط هاد الفوضى كامل, انت ديجا فوضى في راسك, تدخل في فوضى أخرى. قلتي كنتي في الحراك وكنتي تورغانيزي كنتي كلش دونك كانوا عندك بزاف لي زاكتيفيتي وانتي في الجامعه طالبه من غير الدراسه احدهم هي هاد الـ كانت البيريود تاع الحراك. واش كاين تاني لي زاكتيفيتي الاخرين اللي كنتي ديريهم مع هاد القرايه؟ ديجا كي خلصت الباك بعد اخي قلت لك ديجا عرفت لاسوسياسيون سيروس ومن بعد جات لهذيك لا كومبيتيسيون ما كنتش اكتيف معاهم. اون فوا خلصت الباك بعد وليت اكتيف معاهم صافي خلصنا في سبتمبر خلصنا في جوان الباك سبتمبر بعد في الديبي تاع لا سيزون رحت معاهم وكنت ناسيستي شاك سامدي تاع الكبار باسكو كاينه اون سيونس تاع صغار من جو كرو من 12 للساعتين ولا من 10 للساعتين ومن بعد حنا الكبار من الساعتين لربعه لي سامدي. في الاول كنت ناسيستي برك بلوس لي زاكتيفيتي تاعي في الجامعه اللي كنت ندايرهم كان عندي غير جمعه وجمعه كنت نحب نخرج ولا ويت فاميلي ان اول. من بعد في لاسوسياسيون ديكوفريت شغل انا واش عجبني بزاف في سيروس ماذا بيا يكونوا دي زاسوسياسيون بلاك هكا تاني ما ماشي زعما تجي تقرا فلك ان ذاتس ات لي زاكتيفيتي اللي فيها بعد يخليوك ديفلوبي حوايج اخرين. باغ اكزومبل كان كاين بروجي تاع ابودار لي اي جوين ذم بلاك في لافان 2016. ابودار هي استرونومي بيكتشر اوف ذا داي تراديكسيون تاع لي تيكست من لونجلي في الويب سايت تاع ناسا اللي هي ابود من لونجلي للعربيه. دونك سيتي ان تيكست بار سيمين اللي حبي يدير دو تيكست ولا المهم كل واحد عنده لا جورني تاعو. كانت كاينه الجروب تاع الاولاد الصغار اف وي كان جوين تو تيتش ذم كانوا كاينين دي بروجي ستادير سا ديبون كل مره كانت بيريود فيها دي بروجي باينين ولا ميد اوبزرفاسيون فيها دي اورغانيزاسيون يعني فيها حوايج بزاف في الوسط ماشي تروح ميم كاين لي فواياج تاع لي وين نديرو فيها دي ميد اوبزرفاسيون في بسكره ولا عايمين في الصحراء ولا. دونك سيتي كاين جروب تاع الاسترو فوتو دونك سيتي ان اندرو وين تقدر شغل من جهه تطور من الهوايه تاعك والمواهب تاعك اللي عندك. واحد اللي يحب فوتوغرافي يقدر يجويني اسو فوتو سي تشون بارتي من الفوتوغرافي. اللي يحب يقري ولاد صغار يقدر يقري ولاد صغار. اللي يحب يقرا برك على استرونومي هاو ياسيستي نورمال لا سيونس تاع شاك ساندي. اللي يحب يدير تراديكسيون اور سامثين هاو يدير تراديكسيون تحب دير لي فيديو اي مين تقدر فريمون سي ان اندرو وين تقدر دير بزاف حوايج. بون جيماجين كو لي اسوسياسيون تاني الاخرين هكا مي كل شيء related to science and it's amazing. يعني ماشي تروح بلاصة تتعلم لا فوتوغرافي وحدها ولا تروح بلاصة تقري ولاد صغار عربية ولا شغل it's all related to astronomy و science. شغل تدي هادوك سكيلز نقولوا اللي يتعلقوا بالفيزيكس astrophysics مي تاني تدي هادوك soft skills اللي نقولوا كما قاعدة تقولي انتيا على فوتوغرافي ولا نقولوا مثلا بيسك تروحي تقري وديري دي بريزونطاسيون دونك public talking ولا ديري translation ومن بعد بيسك راكي في اسوسياسيون داك لازم ديري ريبورت دي لي ريبورتس ويعني كامل هاد الامور. دونك هادو بكل تتعلمهم وسورتو كي عدو ريليتيد تو ساينس دونك كل واحد كيفاش يحب. صح انا اللي عجبتني اكثر سي كو سي يعني كل شيء غولي لا سيونس ولي نروح ندير ان فواياج انا مع دي جون اللي حيديوني للصحراء ونروح هو وحدي هكا نستمتع بالسما ولا سامثين ونبدا نشوف استرونومي هاني عندي لو فواياج هذا بعد في ان جروب سيونتيفيك ولي نروح انا ما على باليش كاين بزاف لي جروب اللي يديروا لي فواياج ولا يورغانيزيو دي فواياج هكا للصحراء
it's amazing when it like are surrounded people اللي راهم في ساينس واللي they share the same passion, وين تستعمل دي تيليسكوب, وين بكل تشوفوا السماء, بكل تستعلموا عن النجوم واش كاين في السماء. دونك سي باسيونون. انا دي الحاجه يعني لو بوين اللي عجبني بزاف في لاسوسياسيون سي كو كلشي كان غوليي للاسترونومي اللي هي ماي لوف باشن ولا لوف لايف باشن. سما كان غوليي ميم لو جروب تاع لا فوتوغرافي اللي كان في الجامعه, كان عاجبني اني نتعلم لي تكنيك باسكو انا في الديبي شيت كاميرا بعد وقلت بديت انا كان نستعمل ونصور. بصح كان عاجبني اكثر كي نكسبلواتيها في نصور نجوم ولا في الحاجه اللي نحبها. في الدوزيام اني تاعي تاع الجامعه ثاني كنت مع لاسوسياسيون, عاد سامدي تاعي بكل محكوم باسكو نقريو الاولاد صغار من ذان لاسوسياسيون وقتنا حنا, وبعد ورا ما يروح الغاشي كامل كاين لي مونبغ اللي يبقاو هكا تو ديسكاس ستاف اباوت دي اسوسياسيون وكدا. دونك كنت نشفى عليها نخرج من العشاء نروح على الخمسه تاع العشيه ولا سما سامدي يعني اتس سو تايرين. بروميير اني كان كاين كلوب تاع فيزيك في الجامعه, ابارامون حبسوا لي زاكتيفيتي تاعهم, كانوا يديروا مره في السمانه مره في سمانتين, ومن بعد سي تي ان كلوب يعني قديم كل مره تفسد هذيك حكايه لا غوليف. دونك حبيت اون اكتيفيتي في الجامعه تابعه الجامعه, مالوغوزمون ما كانتش كاينه في هذاك العام بروميير اني. اي قلت بوكو با نحكي مع الكلوب تاع فيزيك في الدوزيام اني, و كنت على بالي بلي راني معمره سي بون ما عنديش وين نزيد كثر. وهكاك واش درت, رحت نشفع عليها في الصيفه تاع بروميير اني ستادير العام الجاي حنكون دوزيام اني. واش درت, بعثت ايميل بروفيسور ميموني شغل اي واز هيزيتيتين. بعد واش درت, كتبت لي ميم بتصل اونفاي اونفاي بعد حبستك شغل حصلت روحي درت اونفاي قفلت لي كون قفلت البيسي هكا. وجاتني ليدي هذيك تاع انا لازم نعاود نربروني لي زاكتيفيتي, ما كان حتى واحد يربروني انا نديرها. وحابه حبيت جو كري هذاك الموفمون تاع ان جروب تاع لي ستيون يحبوا صح لا فيزيك ماشي نروحو نقراو تي دي كور سي بون. حبيت بلاصه وين نناقشوا الافكار ونناقشوا زعما انا قريت ميكانيك كونتيك ولا قريت ريلاتيفيتي ريستريانت ولا قرينا بلي مات وكذا, هاي هاو الكور كيفاه, هاو تي دي هاي كيفاش نعقب. اوليون شغل وي ديسكاس هذوك لي تكنيك باه تجيب لا نوت ولا كيفاش تحل هذه وتحل هذه, حبيت وي ديسكاس ايدياز يعني كيفاش نشوفوا فيها لو مون تاعنا كيفاش يمشي. انا وي شير اكسبيرينسز ولا كل واحد واش عنده يعني سكيلز, نتبادلوا الخبرات الخبرات ابار القرايه. بديت بشويه درنا ليفينمون حطينا لي بوستر, في الاول كانوا 40 يجيو هكا كيوريوزيتي, بعد يوليو 20 بعد 10 بعد 10 يبقاو دايمين ديما. وشاك جودي كنا عندنا لقاءات. كاين حاجة قلتيها مقبل برمي لي زاكتيفيتي ديالك في مع جمعية الشعراء انكم كنتو تروحوا ديروا لي نوي دوبسيرفاسيون. هنا عندي سؤال, لو كان واحد يحب يدير نوي نقولوا دوبسيرفاسيون واش لازم له؟ بون نوي دوبسيرفاسيون هي اول حاجة نخاف انا من الهاي اكسبكتيشنز تاع الناس كيعودوا في المدينة, باسكو ساعات كي نقولوا السماء والنجوم وفي الصحراء ماشي خلاص ليكسبيريونس كيما في المدينه. دونك في المدينه اللي ديجا يحب لوبسيرف ماكش حتكون اتيري بزاف بالسماء غير الا كان عارف فينومين باين كيما يصرا خسوف تاع القمر كيبان لنا هكا بان كولور روج, تعود لا بلين لون, كيعودوا بالك كوكب ولا يظهروا في السماء. دونك تالمو يكون هذاك الكوكب لامع بزاف واحد بالك هكا تعطيه الحاجه هذيك. سينون تعديمه ماش كيتش بكل يطلعوا راسهم من السما ولا يشوفوا حتى تكون حاجه فريمون تعطيهم, سورتو في وقت الشهب ثاني في وقت الشهب كيعدي ولا الناس هكا تعطيهم دونك يطلع راسو للسما ويحب يستكشف. دونك نوي دوبسيرفاسيون في بلاصه وين ديجا كاين الضوء ماشي حتكون ذا بيست اكسبيرينس ايفر, بس ستيل ماشي حتكون افضل اكسبيرينس, بصح واحد يقدر يستفاد. ديجا عندنا الاوبسرفاسيون سامبل بلوينو ستادير دوكا انا نخرج بعيني عادي نبدا نشوف السما تكون صافيه وراكي تشوفي يا السما هذه هي. المهم ما تكونش مغيمه ما تكونش كاين سحاب, ساعات ثاني كي تعود بزاف لوميديتي والضباب ولا لا شتا ما نكونوش في الشتا, ميم في الصيف دي فوا تكون هكا اون كومبري دونك ما نقدروش نشوفو فريمون السما صافيه. دونك دو بريفيرونس واحد كي تعود فريمون السما صافيه وفي اون وي مليحه يقدر يوبسيرفي حوايج. عندنا نقدروا نوبسيرفيو حنا في السما الليليه القمر بيان سور, الشمس ديما ينساوها مسكينه, الشمس ثاني راهي جرم نقدروا نوبسيرفيها باسكو واقفنا بها برك وضاويه بزاف
وتبان وحدها في الصباح، بصح راهي جرم من يعني في السيستم سولير تاعنا ولا النظام الشمسي تاعنا اللي نشوفوها في احسن. بالك الناس يحبوا الشروق والغروب، دونك راهي جرم الاجرام. عندنا الثانيه نشوفوا في الليل وقتها هي تبدا لا فغي اوبسيرفاسيون من ظاهره الغروب، يبدا الغروب ويبدا شروق الاجسام الاخرى، شروق القمر والنجوم الى غير ذلك. دونك اول حاجه حنشوفوها هي القمر. عندنا ثاني حاجه نقدر نشوفوها هي الكواكب في السيستم سولير تاعنا، ومن بعد كاين النجوم. ما نقدرش نفرقو، انا واحد ما نعرفش نفرق، كي نشوف السماء كنشوف نقاط بيوضه، ما نعرفش شكون نجمه شكون كوكب. يس هذه سهله، تقدر تتفرق بيناتهم. النجمه على بالنا بلي النجم ولا الكوكب ماشي لا ميم شوز، ماشي نفس الجرم. على بالنا بلي الكوكب راهو ماهوش ينتج فيه طاقه، ماهوش ينتج في الضوء تاعو بنفسه، دونك الضوء اللي راهو يبان في الكوكب هو تعكس من ضوء الشمس. مثلا الكواكب اللي نشوفوها ما باليش كسوا يكون كوكب صخري ولا كوكب غازي، باسكو عندنا الكواكب الصخريه ولا اللي هما كيما مارس كيما حنا، عندنا ارضيه نقدروا نوقفوا عليهم كيما الزهره الى غير ذلك، وعندنا الكواكب الغازيه كيما جوبيتر كيما زحل، راهي تقريبا غير غازات. دونك في زوج راهم يعكسوا في ضوء الشمس عليهم. باغ كونطخ النجمه على بالنا بلي النجوم ديجا كاين انواع، والنجوم هما اللي يديروا اللي يصراو لي رياكسيون داخل النوكليير تاعنا، يصرا يخي هيدروجين مع هيدروجين يعطينا هيليوم، ويبقى هذاك كيفاش نقولوا انتاج الطاقه على داخل. دونك هذيك الطاقه اللي ينتج فيها النجم ماهيش ستابل كيما دوكا لومبا وتبقى هكا فيكس، وهذيك هي هذيك هي لا لوميير تاعها، كيما نقولوا شمعه تبقى رايحه جايه لا لوميير تاعها تنقص تزيد على حسب لي كونديسيون، الاكسجين مش اكسجين، على حسب لكن كاين هواء ما كانش هواء. دونك سي با لي ميم كونديسيون تاع النجمه بيان سور، مي جو بدير كي تعود هي اللي تنتج في الطاقه تبقى ماشي ستابل، دونك ساعات تقوى تنقص اي تو. دونك سي بور سا في السماء الليليه نشوفها كشغل تيكلينيوتي، ماشي هذا هو السبب فقط. النجوم بعاد علينا بزاف. تسمى اول حاجه باه نقولك تتفرق بيناتهم، الكوكب يكون ستابل لا لوميير تاعو كيما اللمبه، والنجم يبقى كلينيوتي سنتيليتين يعني شغل هكا يروح ويجي الضوء تاعو. هذيك ديما نديرو هذاك السيمبول هذاك تاع النجمه هكا شغل تبري هكا، دونك شغل يروح ويجي الضوء هذاك شغل كينيوتا. هذه يعني ابسط طريقه، وما كانش واحد هاد اليامات يظهر لي كاين ساتورن لمي تشيك. ديجا الناس اللي يحبوا لوبسيرفاسيون كيما كنت تقول لي قبي يقدروا يستعملوا لي زابليكاسيون سور تليفون، كيما انا لهنا عندي ستيلاريوم ما عنديش لي سباس باه نستعمل بزاف لي زابليكاسيون، كاين بزاف لي زابليكاسيون، كاين سكاي تشارت، كاين ستيلاريوم، كاين سكاي ماب، دونك كاين بزاف لي زابليكاسيون اللي تقدر تعاون بهم باه تعرف واش راك تشوف في السماء، واش من جهه تشوف، تتحدد الجهه تاعك راك في لواس في لو سود سود ويست ابو بري، تعرف واش من نجمه راك تقابل. كي تشوف ضوء ثابت نوعا ما اللمعان تاعو هذاك سومو يكون كوكب كيما دوكا. باسكو علاه نقول لك بلي مارس لا بلانيت مارس اللي هي المريخ كيما راني نشوف لهنا بلي اي تقدر تبان، مي راهي جوست مع الغروب، ستادير راهو ها هو لو سولي هبط وراه بعد مارس محال حنشوفو باسكو الضوء تاع الشمس راح يغطي لي يغلب ها. دونك ماهيش لامعه بدرجه كبيره لا بلانيت مارس باه تنقدر نشوفها في وقت الغروب، امبوسيبل باسكو يغطي عليها. ميم في وقت الشروق ساعات كيعودوا الكواكب قراب للشمس في وقت الشروق ما نقدروش نشوفوهم. باغ كونط ساتورن راهو حيطلع بيان في السماء الليليه، اول حاجه ما راهو قريب ليه الشروق من الغروب دونك ضوء الشمس ماهوش يغطي عليه، وثاني حاجه البروبليم على هاني نهضر على شروق الغروب باسكو شروق الغروب يكونوا مع لوريزون بعد، دونك كي تعود اي حاجه قريبه لوريزون لازم يكون لوريزون تاعك ديجاجي ابار ضوء الشمس اللي اثر زعما الا كان عاد الشروق الغروب لازم لوريزون تاعك ديجاجي كابابل انت تبان الكوكب هذاك للشهر. رانا في الليل وظلمه ما كان حتى حاجه تاثر وراك في راك حتشوف هذيك الحاجه في لوريزون، ما تقدرش تشوفها الا كان عندك باطيمات وشجر وجبال مقابلين، دونك لازم فريمون
كيما نقولوا بحر ولا ارض ولا مساحه خضراء ولا مهم لوريزون تاعك يبان باه تقدر تشوف هذاك النجم. وحنا في المدينه نشوفوا الحاجه كي فريمون تطلع للسماء، يعني تطلع بيان، يعني كيما نقولوا مباليش 15 درجه جين سا ديبون على البلاصه اللي فيها، ما نقدرش نتكهن باسكو سا ديبون كل واحد وين عايش، كل واحد ستيل دو كيف نقول دو كونستركسيون تاع لي باتيمون اي تو، كاين اللي راه عاليين كاين اللي هابطين، كاين بلايص وين دي تور برك دونك ما يقدرش خلاص يشوف غير لكن كان حاجه في وسط السما كيما القمر كيطلع خلاص في وسط السما. على هي زابليكاسيون ملاح يعطيوك دي بتي روبير اللي تقدر تعرفهم تحدد بدي نفسك تعرفي سكوتر وين راهم، وين راهم وي. يكبرك. دونك هذه هي واحد اللي حاب يبدا اول حاجه اذا راهو في وسط المدينه دونك ماهوش حيشوف حوايج بزاف، يسي يشوف الكواكب بوكو بلوس. ومن بعد كاين بعض النجوم اللي يبانوا لنا، كاين اللي نقدروا نحددوهم كيما قلت لك النجمات في الدب الاكبر لا نقدروا نشوفوهم. ثاني حاجه عندك تستعمل هادي بلون ما كحس تستعمل تلسكوب ما والو، تستعمل اون ابليكاسيون، اون ابليكاسيون اللي تعاونك ا بوبري دير لي روبير تاعك وتبدا بحوايج سامبل كيما دوكا نقولوا اليوم حاب تشوف جوبيتر ولا بروميير فوا حتشوف كوكب وحتدير دير لا ديفيرونس بينه وبين نجمه، هاو لو روبير تاعك سي القمر، هاك شفت القمر دونك ا بوبري تحتو كاينه جرم لامع ما راهوش يبرد راهو ستابل لا لوميير تاعو، هذاك هو جوبيتر. تزيد تحوس فوق شويه تلقى ساتورن من بعيد ا بوبري سي لابليكاسيون اللي تقيد يلعب دونك ا بوبري. بعد تولي تعرف شكون المع من الاخر نشفع عليها، كان كاين هذا هو سان ميدسان جو كوا نسيت المهم فيليب موريل واسمه هو في لاسوسياسيون استرونوميك فرونسيز، وجا معانا مرة ان فواياج مش نورمال حافظ السما تقول شي ولادو ولا بناتو حافظها لايك حافظها هكا بلاصة بلاصة نجمة بنجمة كوكب كوكب ويصور يصور روعة وعنده اسمع عنده ال عنده الماتيريال عنده كل شيء دونك يصور هاي. دونك هادي تاني ان اوتر تروك باه نقولو بلي ماشي شرط تكون في لا سبيسياليتي استرو فيزيك باش تكون اماتور تاع استرونومي، هاد الحاجه هايله بزاف في الاسترو فيزيك ولا في الدومين تاع الاسترونومي، ماشي شرط تكون اكسبيرت باش دير حوايج في الدومين تاع اماتور، وكاين بزاف حوايج في الدومين تاع اماتور اللي بلا كاين لي اماتور اكتشفوا كواكب واكتشفوا كويكبات واكتشفوا نيازك واكتشفوا شهب وسماهم على يعني اسماء نورمال واللي اكتشفوها عامه الناس لي اماتور بروفيسيونيل بيان سور سواء يستعملوا لي تيليسكوب ولا سي دي زاماتور بروفيسيونيل اللي داروا كيف نقولوا اشياء مهمه في علم الفلك. دونك ماشي احنا لازم، بعضهم دونك ماشي لازم يقراو فيزيكس استروفيزيكس ومن بعد يديروا ريسيرش ومن بعد يقدر يدير عبسه ديفيرونت كامل، مي برك نقولوا بهذاك حب الاطلاع وبيان سور ماتيريال دونك يقدر يكتشف يكون في الاسترونومي. وزيد كاين لي زاسوسياسيون وكاين بزاف كيف يقولوا التجمعات تاع لي كيف نقولوا تاع لي زاماتور في الدومين هذا صادير ميم في لي بروجي كاين لي بروجي كيف عيطوا لهم سيتيزن ساينس بروجيكت وين يدخلوا فيها الناس عامه الناس الى بروجي معين اللي سامهاو يكون بالك غولي لا ريشيرش وين يدخلوا فيه ناس كو سوا من الدومين ولا دي زاماتور المهم يحبوا الدومين هذا وين يديروا فريمون اكتشافات كيما باغ اكزومبل ما بيش فاسكو استروميتريكا فاسكو هذا استروميتريكا باغ اكزومبل هو يحوسوا على الكويكبات يلقاو الكويكبات هو سان بروجي باغ اكزومبل اللي يخدموا عليه لي شيرشور يخدموا على كيما نقولوا ان شيرشور راهو يدرس في الكويكب هذاك از كويكب يدرس الخصائص الكيميائيه تاعو الفيزيائيه منين جا واش هي الاصل تاعو اسكو راهو جزء من السيستم سولير اي تو سما لا ريشيرش كل واحد واش يدير في لا ريشيرش تاعو وكيفاش يامبليكيو الناس عامه الناس ولا لي زاماتور يديروا لي داتا يكونوا مفتوحين للجمعيات ولا للنوادي الخاصه بهذا المجال. احنا في الجمعيه كان عندنا البروجي هذا وين يعطيونا كوطا تاع التصاور ولا لي داتا هادو وكنا نقسموا التصاور على لي جروب ونديروا تريتمون بلوجيسيال لوجيسيال سامبل على بالنا لي كاركتيرستيك باغ اكزومبل اللي قلنا تبعوا البارامتر هذا تبعوا لا لومينوزيتي هذه تبعوا هذا حوايج كيما هكا تتبعهم وتيدونتيفي اذا كان هذاك كويكب ولا نو. ومن بعد لي رابور تاعنا نعاودو نبعثوهم من جهه عامه الناس ولا الناس لي زاماتور راهم يساهموا في مجال البحث في هاد راهم يعاونوا في لي شيرشور او ليو واحد يروح ياناليزي دوك لي داتا كامل هم لقاهم ديجا ماناليزين ساجين هو يخدم طول على لا ريشيرش تاعو
من جهة أخرى نمبليكيو ناس اللي يحبوا الدومين هذا وما داروهش كتخصص، راهم دي زاماتور. جامي سمعنا بواحد ما باليش ميدسان اماتور ولا في دومين واحد اخر تلقاه اماتور، سواء تعرف سواء ما تعرفش الحاجه هذيك. ميم دي فوا في الانفورماتيك كاين بزاف ناس يعرفوا حوايج يتعلموهم وحدهم، تلقاه يعرف يدير حوايج مي سي غار بالك وين يدير كنقولوا يعاون في اكتشافات ولا تطور جديد. ما على باليش اسك ان اماتور باغ اكزومبل انفورماتيك ولا في دومين كيما هذا قادر يدير اون ريفولوسيون ولا حاجه جديده ولا اكتشافات. باغ كونطخ في الاسترونومي صرات بزاف لي زاماتور اللي تسموا عليهم كويكبات واللي قدروا يعانوا في هذا المجال. عندي كيستيون هنايا تتعلق بالنقولوا بالريسيرش في الاستروفيزيكس، مي نخليها اون بعدا. دونك جوست كملي، قلتي باللي كاين ملاحظه بالعين المجرده ثم كاين باستخدام تيليسكوب. بلي تيليسكوب لهنا سوا لهنا لي تيليسكوب ديجا باه نقولوا مانيش ماشي مانيش ما على باليش هاد جامي قدرت نجيب المعلومه مؤكده، مي ابارامون سي انترديت في الجزائر باسكو يعتبروها موان ديسبيوناج. دونك على حسب ما على بالي بلي لازم تجوز على اسوسياسيون ولا كلوب سيانتيفيك ولا واحد من جهات خاصه اللي عندهم لوتوريزاسيون باش يستعملوا هاد لي تيليسكوب. لي تيليسكوب جينيرالمون ماشي كيما ان اوبسرفاتوار، باسكو جربت في الاوبسرفاتوار تاع الجي، رحنا ان ستاج جو كوا في 2019 و 2020 درنا ان ستاج في الكراك. دونك التلسكوب اللي تما سامها وتقدر تشوف خير، مي ميم من تما ما يستعملوش بوغ دي ريزون ولا دي شنو نقولو دي بوت تاع لا ريشيرش، يستعملوه تاني بوغ لي زيفينمون بوغ لوبسيرفاسيون، مي جو كوا با غادي يستعملوه بوغ لا ريشيرش باسكو ماشي حد ما نورمالمون يستعملوش بوغ لا ريشيرش. انيويز هذا كبير صح، و سيتي ان اوبسيرفاتوار فيكس و تجي تحل الدوم الفوقا ومن بعد دير اوتوماتيكمون تشو بوانت التلسكوب تاعك فيغ الجرم اللي راك تحوس عليه ولا. بصح في لي زاسوسياسيون عندك اون فاريتي دي تيليسكوب صغار، كاين كاسر، كاين تيليسكوب كاسر، كاين تيليسكوب عاكس، كاين اللي يجي ما بيناتهم في زوج وتكون المرآة يعني شغل يكون في زوج كاسر وعكس نورمالمون كاسي غران. دونك كاين بزاف انواع تاع التلسكوب، انا ام نوت يعني اوير بزاف لي تلسكوب مالوغوزمون باسكو ما كناش نورغانيزيو بزاف لي نوي دوبسرفاسيون. دونك لو سول اندوا وين كنت غير في لي فواياج هذوك اللي كنا نديروهم، سينو في لي زيفينمون. دونك هادي حاجه تاع لي تلسكوب لازم يوتيليزاسيون ديما مره ولا زوج، ديجا صعيبه انك تو ديبلاس. يعطيك لوتوريزاسيون كي تعود في لاسوسياسيون كيما انا في لاسوسياسيون عندي لا بوسيبيليتي باه نهز تلسكوب للدار. بصح روح انت وتجيبو يعني مسؤوليه تجيب للدار ثقيل ماشي حاجه، سورتو كي يعود واحد وين القطر تاعو شويه كبير ولا ماشي زعما دي لونات سامبل ولا. دونك راك حت انا عندي كيستيون واحده اخرى ثاني. بون ما دو كيستيون، نبدا بالاولى. اسكو نقولوا اون اباري فوتو بروفيسيونيل كيما نيكون ولا كانون ولا يقدر واحد يصور بها نقولوا افضل من العين ولا دوك سا ديبون ثاني لاباري فوتو؟ الا كان بانو لانس تاع لاباري فوتو يكون بيان، كان يعود بيان حتقدر تزومي خير القمر وتشوف لي ديتاي بالك ولا سا ديبون. كاين بزاف لانسز لي تقدر تزومي فريمون القمر بيان تشوفو بلي ديتاي بيان، ماشي كيما في التلسكوب بصح تقدر تشوفو بيان ماشي زعما تصور برك من بعيد. لكن الفرق بين لوينو راك حتشوف حاجة هكا من بعيد نقطة شغل نقطة على بالك بلي كوكب ولا نجم. بصح ميم بلا باغي فوتو الحاجة الوحيدة اللي بالك حتشوفها ديفيرامون على العين المجردة سي بيان القمر. بصح باه تشوف اون غران ديفيرونس زعما بين العين المجردة لاباغي فوتو بالنسبة للنجمة ولا كوكب نو حتشوفهم كيف كيف. ميم تزومي 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 تبقى نقطة بيضاء، تما كش حتشوف جوبيتر باغ اكزومبل ككوكب، غير لا كان عاد لاباغي فوتو بلادابتاتور نسقوها في تيليسكوب تما تقدر تشوف خير. لهنا تقدر تشوف ديتاي قادرين نشوفو لي ديتاي كثر تاع القمر. سينو كي عود التلسكوب فريمون بيرفورمون وتقدر توصل تشوف به جوبيتر وحتى الاقمار تاع جوبيتر. زوحل في لي فوتو في الانترنت فيه لي كولور، اسكو باستخدام تيليسكوب ويبانوا لي كولور؟ نو
ما هادوك بكل بالك شفت سيرتو لي فوتو الاخرين تاع جيمس ويبا اي جيس هادوك هما لي اي سو ديتيلد وفيهم كيفاش نقولوا تخاتمو كبير ماشي ميم با ماشي ميم با كيما لي فوتو اللي كنا نشوفوهم من قبل تاع عندنا بلوس دانفورماسيون دوكا بارابور لو شكونا بالك الشكوك تاعها بو بصح تيليسكوب نورمال على حسب ملي نشفها كي شفنا بالتيليسكوب بون ما شفتش على ساتورن بصح يبان لك هكا نقطة ضاوية تشوف ابخي الحلقات بصح باه تشوف بهذاك الديتاي نو اتليست بلي تيليسكوب اللي عندنا في الارض ولا التلسكوب اللي يستعملهم ان اماتور مانيش نحكي على ان اوبسرفاتوار ولا نحكي على اوبسرفاتوار كبير ولا ما باليش اللي معروفين يعني نحكي على ان تيليسكوب نورمال اللي يستعملوا ان اماتور اللي شتا بيرفورمون راك حتشوفو نورمال جوبيتر اللي شفنا شويه لي ديتاي وين تشوف هذوك شغل الخطوط تاعو كي دور وهذيك البقعه الحمراء تاعو الكبيره وتشوف الاقمار اللي دايرين به شغل اربع نقاط ربع نقاط اربع اقمار كبيره الاقمار الجاليليه اربع نقاط بصح باه تشوف فريمون لي ديتاي تاع لي كولور اي تو نو ابخي تريتمون من بعد دوك لي فوتو وفوتو ماشي اون سول فوتو سي بلوزيور فوتو دي ميي دو فوتو بعد تدي هاو كيفاش نقولو دونك يديروا تريتمون تاعهم ويخرجوا هاي باه داك يديروا ليماج اللي تريتمون نشوفوه ويخرجوا حنايا. والنجمه ديما النجمة امبوسيبل تشوفها ميم تيليسكوب بيرفورمون حتبقى تشوفها نقطة شغل زومي زوم اي بعيدة النجمة هذه واحدة من الأشياء اللي بالك تخلينا كيما قبيلة قاعدة نقول لك الفرق بين نجمة وكوكب الكوكب مهما كان لاش تلا لوميير تاعو او يعكس ضوء الشمس وراه هو كيف نقولوا النجمة راهي هي اللي دير الضوء تاعها بنفسها بصح يبقى الكوكب قريب لينا القمر ديجا راهو قريب خلاص والكوكب راهو في سيستم سولير ستادير جوبيتر ولا ساتورن راهم توجور في سيستم سولير بصح باه نروحو النجمة اللي راهي ديجا ابعد من الشمس وحنا النجوم اللي رانا نشوفو فيهم حنا ديجا اقرب نجمة لينا تاع الفا قنطورس اقرب نجمة لينا نشوفوها ديجا عادي بالتلسكوب الوغ لا هادوكم نجوم بعاد خلاص سما محال ما بهن واحد هي اكسبكتس تو سي ديتيلز نو هذوك اللي نشوفوهم بالديتاي هذوك تسد التلسكوب كيما وما هذوك لي زيماج اللي يلتقطوهم ماهمش فريمون اللي نشوفوهم ماهمش لي زيماج اللي يلتقطوهم مي لازم يندار نقولوا تريتمون تاع هذوك لي زيماج باش يخرجونا بهذيك الصوره اللي كي نشوفوها من بحر وكلش. دونك انت يا كي كملتي الماستر ديالك واش درتي؟ بون كي كملت الماستر كنت حابه نعمل كلمه دابيا نكمل دكتوراه ديريكتومون بصح تجي الرياح وبما لا نشتهي سما مالوغوزمون كي خلصت بعد جو كوا كي حلو سيتي الدكتوراه كي حلو محلوش محل سيتي با لابو تاعنا لي حل بلوتو ان لوتر لابو نعرف بزاف لي اونجاجاو في ان سوجي لي ما يشتيوش كشغل عقبو ونجحو كاين لي ديزيستاو وخلاو الواحد تاعهم وخلاو عباد اخرين يحكمو بلاصتهم في ان سوجي يقولك معليش ندير لا ريشيرش ومن بعد افيك لو طون ندير لا ريشيرش اللي نحب ابخي الدكتوراه انا ابخي ليكسبيريونس تاعي تاع الكوفيد ولي دو زون تاعي تاع المنتال هيلث تاعي شغل وليت دقيقه بحقها شغل حاجه ما نحب نخسرها باه نستنى 3 زون ابخي شغل تاع هذيك تاع نقول خلي ندير برك من بعد ابخي راني نروح في لاسكو قلت نو جو بريفير ندير حاجه طول لا ريشيرش اذا لقيت سوجي حابتو ديريكتومون ندير فيه اذا ما كانش ما نديرش بها طريق باسكو ات ماترز عام عامين مش سهله واحد يدير في دومين مش حابو كاين اللي عندهم لونجورانس وعندهم لا كاباسيتي يديروها انا ما كنتش موتيفي لهاد الحاجه وديجا بزاف اللي كانوا معايا في دومين تلاسكو فيزيك اللي كانوا حابين يديروا في دكتوراه كاين اللي نجحوا خلاو واحد منهم نجح وخلاوه كانوا 3 بوست حلو سيتي با لابو تاعنا بعد لي العام اللي وراه جو كرو ما بيش كانت حلت والله ماني شافي اكزاكتلي باسكو صافي 2 ans باكس ما خلص 2021 ما حبيتش نعقب ومن بعد اللي وراها حلو جو كوا كانت مع بروفيسور الوابح هذه تاع السنة ريسامون كوانتم انفورميشن ها في الكوانتم انفورميشن دونك كوانتم انفورميشن ونشفع عليها قبل بعد ما نروح باسكو جافي الاخر اون اوبورتونيتي عملو رحت ايكول تاع فيزيك دي بارتيكول واستروفيزيك في افريك دو سود جوست ما قبل ما نروح رحت له هضرت معاه كان عنده المام عنده ان تروك هو تاني في افريك دو سود بعد قال لي كان هضر لي على وومن يوم والحوايج يعني البروجي وين كانوا انفولفد وين كانوا مكلاسين بيان ايتو مانيش شافي على ديتاي كامل
قال لي if you can if you want to join us و كنت some information I was like yeah no شغل مانيش حاب انا دوكا I prefer طول نلقى غوشيرش في الدومين تاعي بان نبدا في ان اوتر دومين ما سي با سا م باسيون با لا يمكن نبدا عندي والله عندي كيستيون. قلتي درتي كانت عندك اون ايكول اكسبيريونس تاع ايكول في الفيزيك دي بارتيكول في لافريك دي سود. دونك كيفاش جات هاد ليكول؟ كيفاش ديجا جاتك هاد لوبورتونيتي؟ بون كي خلص الماستر بعد انا في 2021 خلص في جويي الحاجه اللي عطلتني على الابليكيشنز وهاد الحوايج سيتي الدبلوم تاعي كانوا غالطين لي فيه دونك طولت شويه باش عطاوني الدبلوم تاعي باه نقدر زعما ندير باسكو كاين دي انسكريبسيون وي لازم تحط الدبلوم تاعك ولا تحط امو باه نسكانيه ما عنديش ما عطاونيش الماستر دونك كنت ندير غير بالليسونس ونقول لهم الماستر وهم يعطيوه لي في اكتوبر ولا دونك شويه تعطلت ولا بيريود ديك تاع سبتمبر اكتوبر هي الراش تايم وين كاين بزاف كاين بزاف لي بورس اي تو. انا في داك الوقت كنت ديتيرميني ندير دكتوراه بصح حبيت نعاود ماستر في لترونجي. ماستر ما كنت حابه في اليونايتد ستيت باه يو سبونسر يور يعني ستاديز ذير لازم لك داهم دايوغ نشفع عليها كي رحت سالون ديتوديون وين كانوا يو اس امبسي سقسيتهم قالوا لي لا ديرنيير فوا وين واحد سلك قرايته كامل سيتي بالك اون 2003 بون مانيش شافي لكن 2003 ولا 2013 بصح المهم عندها بزاف وسيتي باينة كالكان لي ولد وزير ولا اخر واحد لازم سكولارشيب في اليو اس لازم سكولارشيب. دونك كي خلصت بعد شو هادي ما نقولكش اي ريغريت ات ولا نو بصح الفالي بيان نشارشي كثر في الدكتوراه عشان نحوس على حوايج الدكتوراه. دونك كنت نشوف في روحي بلي لازمين نعاود نوتر ماستر باه كيف نقولوا باه ندير الركيزه تاعي قد شغل نعاود نرسخ المعلومات ونحط كل شيء في بلاصتو ابري ليكسبيريونس. دونك ولا ما خلصت الماستر بعد وليت نحوس على سكولارشيبس واول حاجه جاتني فول برايت في بالي بديت ندير ابليكيشنز ومن تما وانا نحوس اي حاجه تجي في طريقي. اي ريمبر بلي فول برايت دات لي بزاف من وقتي باسكو يو هاد تو بريبير فور ذا توفل جي ار اي وهذوك لي تيست يحتاجو تاني دي موا دو بريباراسيون موتيفيشن ليتر ريكومنديشن ليتر ريسيرش بروبوزال ماشي ريسيرش بروبوزال حاجه اللي لازم تهضر عليها في سوجي تكنيك. دونك سيتي لونغ جوري وانا نسجل ليها بعد at the end I was eliminated مع نهار deadline because one of the professors ما بعتليش recommendation letter on time. المهم it was so يعني disappointing وغضتني بصح بون غضتني بزاف هذاك الوقت دوكا باك ذن نقول معليش كاتبه كانت كاتبه I don't know ما سمع باليش شي المغزى منها بصح كانت كاتبه كيما هكا كاتبه و هذاك النهار بديت نحوس بعد طحت في الديدلاين شوف عليها سيتي اون موان جوان طحت في الديدلاين تاع هاد ليكول قد نحوس لقيت بزاف فاتو سيتي الديدلاين اشرو اي اس بي نسيت افريكان سكول فور فيزيكس ولا فور فاندامنتال فيزيكس سيتي لو 6 جوان الديدلاين وانا ديجا عندي لو ليتر دو موتيفاسيون تاع فول برايت ساجي عندي كلشي ساجي جي جوست دوموندي ودي هذا سي ان تروك سي حاجه يعني ام grateful فور بروفيسور ميموني مع قلت له اليوم ديدلاين اي وونت تو ابلاي هي سنت ذا ليتر باسكو جينيرالمون لازم تقول على افونس لي بروف ما عندهمش الوقت بلا بصح كون باغ الحمد لله هذاك النهار قدر يدير لي جينيرالمون يقدر يدير لك ديدلاين بصح هادي سي ان بوان تري امبورطون لي حاب يدير ابليكيشنز ولا خليش كلشي لا ديرنيير مينوت يسجل لتر دو موتيفاسيون خليها اكوتي يهضر مع لي بروف يقول لهم دي سيمين على لافونس باسكو البروف ماهوش حيقعد لك اخر دقيقه سورتو واحد عنده لا ريغيرش ولا بالك لي بروف في الجزائر كيما نقولوا بروف اسوسييت بروفيسور ولا بون ما نهضرش على لي فريمون اكتيف نهضر على هذوك اللي يجي يقريو ويجي مروح كاين بزاف اللي هذوما العقليه في الجزائر شغل يقريك ويجي مروح تقول له لا تخطو ريكومونداسيون يديرها لك في لو جور جيبال شغل ما عندوش ريسيرش ولا بصح كاين اذرز اللي ار دي ار انفولفد ماني ريسيرش ولا يديروا بزاف لي اكتيفيتي اندول تلقاهم في لي سيمينار في كونفرنس في لي اكتيفيتي منو من سو يو هاف تو تيل ذم ما شويه قبل دونك دالي لاتر دو ريكومونداسيون لاتر دو موتيفاسيون بدلت فيها ملي كانوا ماي جولز يو اس اند اول افريكا رديت كلشي افريكا انت ما باليش وقتها ردوا لي بصح كي ردوا لي واز امبرست لا بروف نسيت عليها شغل كاين حوايج دير ابليكيشن تبقى تستنى من بعد تلقى بلي ريفيوز وكان نهار بعثولي
You are accepted for in-person يعني experience. In-person South Africa وكسي درت فيها هذه أنا. مني شاف على روحي على قد ما نشبع على روحي I was كنقولو كنت غير US US. شفيتش على روحي كنت I'm thinking about Africa. حتى لقيتها it was a great experience. I still have all the contact يعني I'm in touch with many professors. دونك رحتي لأفريك دي سوت شحال قعدتي تماك؟ سيتي presque deux semaines. Deux دونك semaines ايكول normally تاع 2 semaines. هي normally 3 semaines ومع الفاندين والافريك وكل شيء ما عندهمش انا فاندين دونك سيتي 2 semaines برك في وقتي قبل كان 3 semaines دونك 2 semaines it was a great experience يعني من كل شيء صديق الجامعة ديجا لافريك دو سود ميم سي عندنا هذيك الفكرة تاع انه سي ان بي افريكان بصح سيتي كوم سي شغل لي ايتاز يوني تاع لافريك سيتي فريمون بلاصه ديفلوبي بلايص بون جميع اللي رحنا لها قالوا لنا بلي هذا ونا اللي نوفاوها اسم جديد بدلوا بزاف حوايج مي على حسب ما شفت يعني الاكسبيرينس تاع الاذرز كي they weren't really impressed as I was شغل باينه بلي كان عندهم الماتيريال شي هذا كامل لي بي سي ديرني كيما نقول ديرني كري ديرنيير جينيراسيون لي بي سي فريمون بيرفورمون لي كلاس ادابتي مع ندخلوا بعد داتا شو اوب يمشي everything يعني هو سو فلولوس حنا ديما داتا شو نقعدوا فيه ساعه بيركبوه قبل اي دونك هنا شفتي نقولوا لا ديفيرونس ما بين بلاصه اللي فيها ديجا الماتيريال فيها ضيعش وقتك فيهم والفين عليهم دونك يربحوا بزاف الوقت وقت والجهد والتركيز وكلش الانترنت ثاني بيان الانترنت لايك الاقامه كانت قريبه من لونيفرسيتي كنت نمشي نروح ابيي الاقامه عندي فيها الانترنت بورتون هما في لافريك دو سود عندهم بروبليم سي الكتريسيتي ستادير تروح ديما تروح في لونيفرسيتي عندهم جينيراتور هذوك تاع ميم سكوب دقيقه يعاود يولي ليه مش كيما في الاقامه لا راحت ساعتين وعندنا لابليكاسيون اوف كورس ماشي كيما لهنا انا نهار جيت حندير عندي انترفيو تاع بي اتش دي لهنا في قسنطينه جيت حندير سكوبا راح لي كلشي تكوبات لا كونيكسيون راحت ستريسيتي ما قدرتش حتى ندير فري فيسبوك تو كونتاكت ماي تيتشر نقول له اني عندي بروبليم شو تكوبات الدنيا ما كاين حتى بري افي من قبل ما يبعث لك وما باي يقول لك بلي واحد تكوبا ولا يقول لك اون سيكسكوز انا كوبيناها لاسباب كانت سخانه بزاف داك الوقت اللي ها عندك ابليكاسيون غير بالك وقتها تروح لك وقتها ما تروحلكش دونك تقدر تنظم روحك سي با فاسيل ثاني تقلق تاع انه تروح لهم بزاف من تما مي كوميم على بالهم واحد اللي يعيش تما يوالف شارجي لي تليفون على افونس على بالك ابري الانترنت تكون على بالك يو جيت ان تاتش ويز انا ماي بيرنتس كنت نقول لهم ولا ماي فاميلي يعني اني هذيك لا بيريود اني ما قدرتش نريبوندي لكم اني دونك على بال دونك شغل على بالهم باللي تسمى هذه ها وقتاش تروح ها وقتاش تجي ها وقت دونك الحاله منظمه تقدري تورغانيزي روحك لا هذه هي الحاله شغل على بالك عندهم الحل في الجامعه مام كانت سكوب الكتريسيتي ليه تعاود تولي ومدايرين حسابهم نشفع عليها بلوزيور بروف كانوا يقولوا اب ايدوك الصراحه و مالوريزمون ما على باليش فاش نقول مي هاد الحاجه اللي واحد يروماركيها لما يخرج نقولوا خارج الجزائر يروماركي باللي كل حاجه كي قلتيها دوكا كل حاجه عندها حل الامور منظمه كل شيء بورسان الناس يافونسي يعني ماشي ديماجين دي سيتي كو لافريك دو سود اي انكور البلاصه اللي رحت لها سيتي كيما نقولوا حنا قسنطينه ولا بلاصه تاع الشرق هكا ماشي لا كابيتال ماشي كيب تاون وماشي جوهانسبورغ هنا دونك برك باش نزيدو نافونسي شويه دونك على بالي دوكا بلي راك عندك كونتاكت مع الدراري صغار من ناحيه التعليم وكلش احكي لنا شويه نقولوا من ناحيه الاكسبيريونس ديالك معاهم كيفاش تشوفي الانتيراكسيون مع الدراري كيفاش تاثري عليهم كيفاش هما يتاثروا دونك هاد الجوانب هادو بون هي كي قبل اسمع ما نحكي على الولاد برك كيما قلت لي قبيله اسمع واش راكي ديري دركا كي خلصت بعد وما I didn't get any يعني chance to do PhD ولا قلت مانيش ما كنتش بهذه بين قوسين برك مانيش حاب ما حبيتش ندير PhD لهنا ما لقيتش ديجا في الاستروفيزيكس وما حبيتش فريمون ما شفتهاش ما باليش great experience مانيش حابه ندخل في الديتيلز بصح كنت حابه PhD abroad
دونك قلت لك انا ما اي ديدنت جيت بي اتش دي مانيش حنبقى هكاك برك، اتليست اي ليف ذا باشن ثرو ديفرنت اكتيفيتيز. ابار تا اني درت لي كور فيزيك مات، درت ليسي، درت سو ام و اي انجويد ات ا لوت. كملت في ليزاكتيفيتي تاعي تاع لاسترونومي مع الولاد في لاسوسياسيون. بعد جي سيي شغل نكبر لو سيركل هذاك، وليو الولاد اللي كانوا قراب وين كانت لاسوسياسيون صادير كاين لي بارون لي راهم فيكولي يجيبو ايتو، قلت بوكوا با نبروبوزي هاد الحاجه على بليزيور زيكول. كيما يكون الحظ عند واحد يسكن في سونتر فيل كيما يكون واحد عنده في طرف اخر. بون ما نقدرش نروح ندير في بلايص بعاد عليا بزاف، مي سام هاو جيفين ذا تشانس تو ماني، يعني كيف نقولو كيتس as possible as I can. دونك بروبوزيتها، قدرت ندير في بليزيور دو ولا تخوا زيكول. كانوا دوطخ اسوسياسيون، كاين هادي لاسوسياسيون تابعة لجمعية علماء المسلمين، بعد كانت المشرفة تحب الحوايج تاع لا سيونس. دونك انا من ليكسبيريونس تاعي مع لاسوسياسيون سيروس يعني شعرة، خلاتني اشاك فوا نديكوفري حوايج جدد. كنت كل مرة نسيي ندير دي زاكتيفيتي جدد، و جوجل از ماي فريند. لي زونفون لي سون تخي كوريو، كشغل الولاد صغار راهم بزاف كوريوس، عبالك ساعات يسقسيوني دي كيستيون. شفت كي تعود ماكش فاهم الحاجة بيان، شغل نتا ديجا ماكش فاهمها بيان، لايك ماشي مش فاهمها بيان بصح يو دون نو از يعني اناف ديتيلز باه تقدر تبسطها. تسمى الانسان باه يقدر يبسط فكرة بيان للطفل صغير ما يقدرش، ما هو ماهوش فاهمو بيان ويروح يبسط. دوكا باغ اكزومبل انا طفل صغير حنش نجي حنشرح له مثلا الجاذبية، وانا مانيش فاهمه الجاذبيه اصلا بيان، مانيش حنقدر نشرح له كيفاش حنفهمو انا الجاذبيه، ولا كيف حنفهمو باللي باللي حنا على سطح الارض، راني على سطح الارض دركا وباللي الارض تجذب فيا بصح انا تاني راني ناثر على الارض. مش ياكم انا على بالك هي دقيقه بك هي واش راكي تقولي الفكره تاع ديجا، دونك على حسب واش فهمت منك انك ديجا من خلال الانتراكسيون ديالك مع دراري صغار انت زدتي تعلمتي، ماشي برك هما راهم يتعلموا انت تاني راكي تعلمي. ربما الحاجه اللي ما انا ماركيتها وكاين بزاف اللي هضرت معهم لاحظوها تاني كيروحوا يقريو، قد ما يكون الانسان عنده اقل معلومات، باسكو توجور كنقريو لازم نبنيو على المعلومات اللي عندهم اللي نقريوهم. دونك كي تروحي تقري دائما تحبي تعرفي هذاك الانسان واش يعرف باش تبني عليها وتزيدي تكملي. قد ما هذاك الانسان يعرف قل قد ما بيان سور المهمه تصعب، دونك جيماجين مع الدراري صغار باسكو يعرفوا قل دونك المهمه حتكون صعبه، وعلى بها الواحد يولي يحس باللي نو لازم له لازم له يفهم بعمق هذاك السوجي، ماشي كاع ماشي كيما واش راهو فاهم، ويولي يطرح بلوس دو كيستيون. وهاد الحاجه اللي انت بوتيت جربتيها راكي عشتي اكزاكتلي. كاين حوايج باغ اكزومبل فيزيك نعرفوهم وساعات على بالك كي توالف بالحاجه تولي تجيك بديهيه، تولي سي بون كيفاش نشرح انا هادي اي هكا ما عندكش ما تشرح. دونك هادي هاد لو بوين بدات ديما قبل ما نبريباري ان كور ولا لازم الافونس نحوس نطرح لي كيسيون كامل كابابل يطرحوهم الاولاد الصغار. دونك ديجا مع الاولاد الصغار تخليك تشوف لي ديتاي تاع الموضوع وتخليك تشوفوه كيف نقولوا من كل النواحي، كيف نقولوا من كل النواحي. دوك انا كون نقول لك الجاذبيه بالك ولفنا بها، واحد ما حيعطيك هكا تقول الجاذبيه عندك فيلد، بالك انت في النيفو تاعك حتقول لي باللي راهي الفيلد تاع الجرافيتي وكيفاش يكون التاثير، حتقول لي بالك لي سباس طون، تحكي لي على الكيرف تاع لي سباس طون، دونك حتدخل لي في ديتاي هكا. ما يكون نقول لك شرحها لطفل صغير فاش حنشرحوها له، وطفل صغير تاني ماشي حتى 5 سنين برك، كاين عندك من 5 سنين حتى 16 سنة، بون 16 سنة دخل في المراهقة، بصح عندك من 5 سنين تقريبا 6 سنين حتى 11 سنة 12 سنة وطفل مازال صغير، ماكش حتتعامل معاهم بنفس الطريقة. ميم تاع 16 سنة ماكش حتتعامل معاهم بنفس الطريقة. باغ اكزومبل في الصغير خلاص تقدر تقول له باللي انا الارض راهي تجذب فيا، وانا تاني يعني ناثر على الارض بصح ما يبانش التاثير باسكو انا صغيره بزاف. يعود طفل صغير تاع 7 سنين 50 ما تبداش تقول له جاذبيه قوه، ولا ما تقولوش جاذبيه حقل، ولا ما تبداش تحكي له على لي سباس طون. بالك في الاول تحكي له على نيوتن،
تعطي له حكايه بلي نيوتن كان قاعد تحت عليه هكا، ومن بعد تقول له بلي قادره تكون هذه الحكايه ماشي صحيحه. لكن دوك نفهمك لو بوان تري تري امبورطون اللي نشوفه سورتو في الاولاد الصغار. كي نقول لك باغ اكزومبل الجاذبيه ونحكي له حكايه نيوتن، من بعد نقول له نيوتن بصح ماشي هكا، ما قادرة ما تكونش هذه الحكاية حقيقية، لكن نيوتن شاف البيئة تاعو، قدر نيوتن يستنتج حوايج ولا يستنتج قوانين ولا يقدر يدير كيف نقولوا يلقى مفهوم هذا تاع الجاذبية كي شاف لونفيرونمون تاعو ولا المحيط تاعو. دونك لهنا تخلي في لونفون انديريكتومون يتساءل على كل حاجة في لونفيرونمون تاعو، سما تبدا تحدي لا كيوريوزيتي تاعو وتفهموا مثلا الجاذبيه كما كنت نقول لك بلا تاثير بين زوج اجسام بلي هذا ياثر على هذا بطريقه تاثير برك. ومن بعد يكبر شويه يولي سيزون، تقدر سيزون نقولوا راهو ليسي، تقدر تحكي له على الجاذبيه كقوه وتهضر شويه على الفورماليزم تاع نيوتن كيفاش نكتبوا القوه وبلي هذا كيفاش تاثر القوه الى غير ذلك. ومن بعد كي يطلع بالك في الجامعه شويه نوليو نحكيوا على نقولوا على الجاذبيه كحقل، وباللي الجاذبيه كيف نقولوا كيما نقولوا حنا دوك على سطح الارض بلي سي تان بوين في هذاك الحقل وين تاثروا في زوج، انا اثر الارض والارض تاثر عليا، ماشي زعما زوج اجسام يتجبدوا باك لبعضهم وفقط، باسكو حنا رانا في نفس كيف نقولوا انا في قلب الارض، ماشي دوكا كيما التفكير هذا يجبد في هذا، فاحنا في قلب الارض انا في لو ميم بوين داك وين يكون كاين تاثير. وبعد يجي بالك تاع اكسبيرتس ونبداو يحكيوا على بلاك هول ماستر، في الماستر يروحوا يقراوا لي سباس طون، هي لي سباس طون بلاك هولز وكيفاش يصال كولابس تاع ستارز، ولا وبعد تولي اون ديسكوسيون. شغل في الاول تكون انت تمد في لانفورماسيون للانفون وتحيي لا كيوريوزيتي تاعو على لونفيرونمون تاعو كامل، ومن بعد بشويه تزيد تبني له. بصح المهم الاساس لازم يكون صحيح نوعا ما. دونك اهم حاجه، دونك تقدري تقولي بلي اهم حاجه مع الدراري صغار سيكو تنمي فيهم هذاك نقولوا حب الفضول والملاحظ من خلال الملاحظه وطرح الاسئله وكلش. اكزاكتومون انا هذه اهم حاجه كيجيو جربتها في لي زيكول، كانوا يقولوا لي لي بارون ولا يجيو للاداره يقولوا لي فهميهم شي الاسترونومي وما فهموش، شغل نسي نفهمهم بلي هذا الكون تاعنا النجوم لي سباس، باسكو كاين اللي يجيو على بالهم ديجا اترافيغ لي بارون تاعهم هما اللي نعتوا لهم، كاين اللي يجيو على بالهم ديجا وكاين اللي ما عندهم حتى فكره من قبل. دونك اللي ما عندهمش فكره نبدا نفهمهم القمر وكذا وكذا، مي او ميم طون نقول لهم تحطوش في بالكم بلي شغل، باسكو كاين واحد كيما نقولوا كيف واحد يدير سبور يخرج له ولدو سبورتيف، واحد يدير ولدو لا ميوزيك يخرج له ان ميوزيسيان، دوك انا كي ندير لك الاسترونومي مش حنخرجك استروفيزيسيان، بصح تكون تبدا حيكون تاثير تاعها على الباث تاعك في الكوتي سيانتيفيك، حتكون كي نقولوا بدايه تكوين هاوي فلكي، وماشي غير في الفلك وانما انا كي ندير لي زاكتيفيتي تاعي الاهم من ذلك هو لا كيوريوزيتي، نقول لهم نحي الشغف تاع الطفل يولي ما نخليهش يحشم بلي كيسيون هادوك. بكل اون اتوندونس كيعودو خاوتنا ولا تسقسي يقولوا لي باينه راه حبس وحدك في الانترنت هي تافهه اي هكا، شغل لا غالب ما عندناش لا باسيونس هذيك باش نشرحوا الحاجه، مي نون سي اون فوت يعني قادرين نديروها مع الاولاد، الاولاد نسيو نريبونديو لهم، اذا ما عرفناش الحاجه نقول له هيا نحوسو كيف كيف عليها في الانترنت، شغل هيا نحوسو مع بعضنا في الانترنت ونسيو ماشي نحسوه بلي لا كيسيون تاعو راهي كبيره عليه وبلي لا كيسيون تاعو ماشي وقتها بلي لا كيسيون تاعو تافهه ولا يعني في كل نواحي كسوا كبير عليه ولا تافهه ولا ما عندها حتى معنى ولا مهما كان مهم، ماشي المهم ما نرفضوش الطلب تاعو، نسيو نلقاو حل اننا نجاوبوه ونخليه يحب. وانا سورتو ثاني الحاجه اللي نحبها في لي زاكتيفيتي تاعي نبين لهم باللي ساينس از فان، شغل كي ندير لي زاكتيفيتي كسوا فيزيك باسكو ندير اونتر فيزيك واسترونومي ندير لهم بزاف لي كولور العجين، نهضر على الكيتسا يعني بوكو ماكسيم ماكسيموم 13 ans، ندير لهم العجين الاشغال لا ميوزيك معيت ندير لا غيتار نغني ونغنيو على الكواكب، ديجا يشفاو على فورماسيون تري بيان كاين وحايد والله قريتهم ما بالك في الديبي كيما نقولوا درنا لهم اون سيونس في مارس في الشتاء تلاقيتهم ابري في الصيف هكا درنا حتى لا فين داني مازالو شايفين عليهم تري بيان اسماء الكواكب وحافظين الغنايات وحافظين، قالت لهم غرافي وديما يقولوا لي استاذ دوك تنزيدو نديرو حصه تاع علم الفلك. وهذا الامر هذا الامر صح كما انا دونك قلنا من الديبيو كامل سقسيتك
قلت لك اول سؤال وعلاش فيزيكس وعلاش استروفيزيكس، قلت لي بلي كي كنت صغيرة كانوا يحكيوا لي وكانوا كنت نروح ونشوف وكلش. فنفس الشيء هاد علاش هاد الامر مهم بزاف للدراري صغار، باسكو هاد الدراري صغار من خلال هاد النشاطات هادو ما انت راكي نقولوا راك تدي لهم كوتي من ناحيه الاستروفيزيكس، كاين دي جون واحد اخرين اذا كاين يمدوا لهم في دي كوتي واحد اخرين. وهاد الامر اللي يخلي الطفل الصغير من اللي هو صغير يولي يقدر يميل لحاجه معينه ويكون عنده شغف تجاهها اللي تخليه وبعدها يقدر يروح يخير يدير حاجه نقولوا مستقبلا، ماشي يلحق للباك ويجيب الباك وما ما فيك بون مويان وما على بالوش ما باوش راهو حايبين. وسورتو الحاجة المهمة دوكا وصلنا لوقت في الآخر في البريمير وسوام عاد كنقولو حشو كبير في المعلومات والطريقة تاع التدريس ها كيما قلنا في الأول بلي سي ان ديبا كبير ماناش حنناقشوه دركا، مي وصلنا لوقت كرهو ليكول، كرهو حاجة اسمها مدرسة. أنا يعني نشوف دوكا لي بارون جدد دوكا اللي عندهم ولاد في البريمير ولا صغار، باه يقري باه ولدو يكمل له العام يحاول فيه يقول له بالعقل بك ها ولدي نشري لك هادي ونزيدو هادي بك ونديو فاكونس. مهم كما قلتي انت يا بروبليم كبير شيماء، على بالي بلي نقدروا نزيدو نكملوا نهضروا دونك مي فوميو نحبسوا لهنايا. اوكي دونك يعطيك الصحه بزاف على كامل الافكار اللي هضرناهم وكلش. دونك اخر كلمه كاش ما حاجه حبيتي تزيديها ولا آخر كلمة، أنا شوف يعني I'm bad في introductions اخر آخر كلمه؟ كلمة صح. الحاجة الوحيدة اللي نقولها هي زوج حوايج، الناس اللي راهم دي زيتوديون ولا تبعوا الشغف تاعكم بلا لي كونديسيون كامل تاع لا سوسيتي ني لا فاميلي والو، تبعوا الشغف تاعكم يعني بيان سور بعقلانية، تحضروا الحاجة فريمون اللي حابينها باسكو هي اللي تكون ان موتور. من بعد شوف بزاف اللي يقولك لي فو با نتبعو الشغف، انا بيرسونيلمون بالك ما تبعتش سامها الشغف تاعي باسكو ماهوش حيوكلني الخبز كيما يقولوا في الجزائر، مانيش حنخدم به ولا بصح سي بطريقه ما تعيشو باسكو يخليك تعيش كنقولوا سا تو دون اونفي دو فيفر. عبالك واحد كون يروح دومين بعيد عليه خلاص وزيد ما عندوش فنقولوا ما تبع الشغف تاعو غير على جال الدراهم باه يخدم ولا وما عندوش طريقه باه يكسبلواطي داك الشغف تاعو يديرو في حاجه اتس ديد لايف. انا تبان لي شغل فريمون كيفاش حت هذيك لا جوا دو فيفر منين تجيك غير من الحوايج اللي تحبهم. دونك الانسان يسي على قد ما يقدر يروح الحاجه يحبها، وانا لاصق فيزيك ما مسي دوكا مش باين المستقبل تاعي الخيط تاع المستقبل تاعي الله اعلم وين حنكمل واش حنخدم وكل مره في ايكول ايتو بصح I'm enjoying the process. I don't know where life will take me next years. بصح كنت على بالي بلي حندير أسترو فيزيك بلي سي ان دومين بريسك مور في الجيري، ما كانش لا ريشيرش ما كانش لي زوبسرفاتوار ما كانش التلسكوب وممنوع الواحد يكسب واحد دونك سي ان دومين بريسك مور، مي كوم ميم انا ديت لا سبيسياليتي اللي حبيتها وكملت فيها و اي وونت يعني إذا كتب ربي كمل دكتوراه أنا I will do it. بصح كمان I'm still doing my best to live my passion في الدومين هذا، ميم سي راني نقري فيزيك ولا نقري مات برك تاع سوام العلاقة بالاسترونومية في سوام هاد الحاجة بنعيش دراهم نحتاجهم I need to sponsor my things and all to do my things، ميم سي دراهم نحتاجهم بالك الواحد يقدر يدير ديزوبورتينيتي اخرين ماشي يبقى غير يحوس يقولك ما نخدمش نو يعاونوك ديفلوبي روح قادر دير دي فورماسيون قادر تسلك تلقى ايكول هكا داسترو فيزيك مي بيونت او مو عندك دراهم تروح بيهم يعني if you don't have your parents to sponsor your travels ولا دونك الانسان ما يعطيش لي زوكازيون منه من اند يا يعني دو يور بيست بكلنا عايشين كل واحد بالاكسبيريونس تاعو وعلى بالي باللي somehow كي تقعد في الجزائر صعيبة باش تبان طريقك بصح just do your best keep trying و inspire yourself surround yourself بنتورك مليح بعباد ملاح عباد بوزيتيف عباد اللي داروا رياليزاو لي غاف تاعهم عباد. انا حابة نكون ندير دكتوراه ندور روحي بالناس اللي راهم دايرين دكتوراه اللي داروا لقاو دي زوبورتونيتي you know you will never know واش غادي يصالكم. الحاجة الثانية سالولات صغار
if you ever had the chance to do activities for kids, إذا تحبوا ولاد صغار، نعرف عباد ما يحبوش ولاد صغار، تسمى ماشي بكل عندنا لا باسيونس هذيك مع الطفل الصغير. دونك إذا عندك لا باسيونس هذيك وتحب تخدم مع ولاد صغار، try في الدومين تاعك، إذا كان بيولوجي، إذا كان أسترونومي، إذا كان فيزيك، مات، wherever. try حوس في الانترنت، الانترنت جوجل is your friend. انا في الاول ما كنتش نعرف تاني، ما كنتش على بالي كيفاش نقري الولاد صغار، و I still يعني I'm still learning. حوس ما باليش، قال بيولوجي بيولوجي workshops for kids، وكتب لاج وبدا حوس، تلقى دير سلايد الاول تاني بروبوزيها على زيكول وجرب خدمها، باسكو ما على بالناش حنا باللي ما نشوفوش الامباكت دوك، بصح دير الامباكت يعني سور لو لون تيرم. لاش صافي طفل واحد، انا معيت وركشوب عندي تو كيتس، تو كيتس بر تخدمت معاهم افون شغل عندي مليار تخدم معاهم، ما على بالكش هذاك ون كيفاش يقدر يكون تيرنين بوينت تاعو. انا كيما قلت لك ورا ما دخلت الجمعيه وشفت العباد كذا، انا قلت اي وونت تو بي ا ساينتست، انا حابه نكون عالمه من الاخر، حابه نكون عالمه، حابه نكمل حياتي في الابحاث. اي ستيل لاف دوين اذر ثينكس، ماشي شرط ولا ما حققتش هذه الحاجه اتس اوكي، بصح يو نو تيرنين بوينتس ما عرفكش وين يجيوك في حياتك، قادر انت تكون ذا تيرنين بوينتس لهذاك الكيدز. So don't underestimate their capacity to understand things اللي يبانوا لك كبار، و try to inspire them و empower them. شفتوا البنات، شفتوا البنات مساكن في المجتمع الذكوري تاعنا ديما يطيحوا من روحهم وديما يحطوا بلي طفل he's better than us وكذا. دونك whenever يكون عندك ثاني كلاس فيها بنات، try to empower girls they can do as good as boys. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة شيماء، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. دونك في الأخير إن شاء الله الحلقة تاع اليوم تكون عجبتكم كامل اللي قعدتوا تسمعوا فينا حتى الدوكا. دونك ماذا بينا تنشروا وتبارتاجيو هذه الحلقة باش هكا تكون المنفعة أكثر، ويعطيكم الصحة. دونك ميرسي بوكو أسامة، يعطيكم الصحة أنت وليكيب كامل تاع اليابان. What you're doing is amazing. كل واحد شغل تكاثف في المجهودات هذا يخلي من بعد شغل نديرو ان شانجمون، مش حيبان لو شانجمون دوك، باينه ابري 10 عام 20 عام سيغمون يبان لو شانجمون هذا. ثانك يو سو ماتش فور انفايتين مي، ايفن دو كنت حاسه روحي ام نوت ذا رايت فيت فور ذا بودكاست، بس هوبفلي اللي كمل معنا البودكاست استفاد من المعلومه ولا زود ولا ان شاء الله something. and hopefully for next opportunities ان شاء الله ان شاء الله. دونك يعطيكم الصحة كامل، السلام عليكم.